في شكوى وصلت لنا من الاستاذه هبه قرني بتقول انها كفيفه وفي مدرسه مكفوفين في البلد اللي هي فيها اللي هي الفيوم يعني، وبتقول انه المدرسه منعتني من الدخول للدراسه بحجه اني منازل، يعني هي منازل ورافضين دخولي تماما الا على الامتحان. انا ليه يعني بشدد على ان انا بقرا نفس الشكوى اللي بتجيلي او بتجينا بالطريقه دي على اساس يبقى الكلام من 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 عهدته جاي من المصدر الاستاذه هبه قرني بالطريقه اللي انا بقول لحضراتكم عليها. انا بيتي بعيد عن المدرسه حوالي ساعه وربع الساعه، وانا ظروفي ما تسمحش ان اركب تاكسي كل يوم للدروس بتاعتي، لان اليوم الواحد بيكلفني حوالي 150 جنيه للتاكسي. عشان كده بروح دروس يومين بس في الاسبوع ب 300 جنيه، يعني هي بتقول لو رحت كل الايام في اليوم الواحد بيقف ب 150 جنيه، لو رحت كل الايام فانا بصرف فلوس كتير جدا، وانا كفيفه وظروفي لا تسمح. بالتالي هي لها رجاء في هذا الاطار، بتقول انه طلباتي من المدرسه مش صعبه، انا عايز اتعلم بس يا ريت تساعدوني في حل المشكله دي، ان هي تروح اقل الايام في هذا الاطار مراعاه لظروفها. احنا توصلنا مع مكتب الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، اللي الحقيقه زملائي بيقولوا ان هو تعاون معاهم تعاون كويس جدا، فانا بشكره شكر جزيل في هذا الاطار. ومعنا الدكتور محمد التوني المتحدث باسم محافظ والدكتور محمد التوني برضو كان الحقيقه ليه باع طويل في المشكله، لكن معنا الاستاذه سماح محمد وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الفيوم. يا استاذه سماح ازي حضرتك؟ استاذ جابر عامل الله يخليك يا فندم، الحمد لله كله تمام الحمد لله رب العالمين. هو انت حضرتك قلت ان انت كلام جميل جدا ومحترم، يعني ان انت حضرتك تتلقى مشكلات ورسائل على الواتساب وعلى طول بتتعامل معاها. احنا كاجهزه تنفيذيه برضو على فكره بنعمل كده، ده على طول يعني احنا برضو فاتحين موبايلاتنا وكلنا تقريبا ماشيين في نفس الطريق. لكم منا كل الاحترام يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. فطبعا الاستاذه هبه كان رقم الموبايل بتاعها اتبعت لي يوم تمام. الاربعاء تمام. وصلت معاها على طول، انا كلمتها تليفون على طول. ايوه فهمت ايه المشكله. احنا القضيه اللي عندنا الاستاذه هبه عندها 26 سنه. الشريحه العمريه اللي موجوده في المدرسه ما تزيدش عن 15 سنه في الصف اللي هي فيه اللي هو الاعدادي. تمام. فطبعا نظام المنازل ما بيتيحش للطلبه ان هم يروحوا المدرسه، ان سنهم بيبقى اكبر من الطلبه العاديين اللي تمام. موجودين. تمام. بس طبعا على طول بتوجيهات، طبعا حضرتك عارف توجيهات فخامه الرئيس بالاهتمام بالحالات اللي زي دي كويس، وبرعايه طبعا معالي الدكتور الانصاري ان هو موجهنا كاجهزه تنفيذيه كلنا على ارض الفيوم ان احنا لازم نحل المشاكل فوري. طبعا عاملين احنا بلان كده، خطه صغنطوطه كده بالنسبه لهبه هتبتدي ان شاء الله. انا حتى وعدتها ان انا هنفذها لها من يوم الاثنين، هي مش عارفه انا هعمل ايه، بس انا كنت عامله لها مفاجاه يعني من حظها ان هي تسمعها دلوقتي مع حضرتك. تمام. ان احنا هنبتدي ان شاء الله هعمل لها موجهين مختصين هتجيلي في المديرية أو في أقرب إدارة ليها يوم واحد بس في الأسبوع. الله. هيساعدوها في كل المواد اللي هي عايزة تدرسها. الله 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 الله. خلاص مثلا إن إحنا عاملين حاجة تانية، أو أنا بدور لها على حاجة تانية بصراحة، يعني إن أنا أشوف أي حد من خلال الجمعيات المشاركة المجتمعية كويس إن إحنا نوفر لها وسيلة نقل تكون مريحة كمان. إن شاء الله. الله المستعان. احنا اجهزه تنفيذيه فندم ولازم نكون مع الناس. لو جالنا اي حاجه بخصوص الفيوم، انا اتمنى بقى ان حاجات كتير تجينا من الفيوم عشان الناس بتوع الفيوم جمال وعندهم سعه صدر وسياده المحافظ دكتور احمد الانصار ربنا يديله الصحه. انا مبسوط يا استاذه سماح، مبسوط من اللي حضرتك قلتيه. وتحت امر الفيوم كلها واهل الفيوم كلهم، ربنا يخليك كلنا مفتوحه والله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك امر حضرتك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا استاذه سماح. ويا استاذه هبه هنكلم حضرتك ونشوف الاجراءات دي برضو مناسبه ليك ولا لا، وهنتابع معاك. احنا من الناس اللي ما بيسيبش المشكله، لا بنتابع معاه ودايما من العين دي قبل العين دي مع المسؤولين في هذا الاطار.